السلام عليكم، تبارك الله على الشباب. سمحوا لنا شوي على هذا الروتار، مي بون ماشي مشكل، 3 دقائق ولا 4 دقائق نعاودوها لكم. ان شاء الله تكونوا بخير. غيبت صافي لونطون ما درتش اللايف هاشتاغ، ما عرف شنو وقع لي، واش عجز ولا ما عرف شنو. حتى اتصل بيا سي نور الدين، هو اللي كان اقترح عليا باش نديروا لايف نتكلموا على الايكوميرس لوكال. تري بون ايدي، حيت سي لا بروميير فوا اللي غادي نتكلموا على هذا السوجي. واخا الاخ حميد عموما كيتكلم في السوجي طول طون، نكون عندنا اول حلقه هذه ان شاء الله مع السي نور الدين. دونك لو سوجي جلي ديجا انونسي، سبق لي ديجا تكلمت عليه في لانونس اللي درت في هاد لا سومين هادي. غيكون معنا السي نور الدين باش يتكلم، يعطي شويه المعلومات، نحاولوا نديطايو شويه اللي قدرنا عليه، والا ما كفاناش الوقت بطبيعه الحال غادي نتكلموا في ان دوزيام لايف ولا ان تروازيام لايف من بعد ان شاء الله. دونك معنا السي نور الدين، تبارك الله على السي نور الدين، مرحبا بك. الله يبارك فيك اخي محمد، كيداير مزيان بخير؟ بارك الله فيك. شكرا بعدا، شكرا اخويا لان فكرتني باللايف هاشتاغ و رجعتنا. سي ان كرون بليزير، بارك الله فيك. الله يحفظك اخي محمد، شكرا بزاف، مرحبا بي عندكم. مرحبا بك، دار دارك واللايف هاشتاغ ديالك. على بريمير دي شوز، نبارطاجيو اللايف في الجروب اللي مهتمين بالدومين. دونك انا غنبارطاجي في الجروب اللي نعرف، انت بارطاجي في الجروب ديالك السي نور الدين. ايا داكو اونيك ليدر، حسن عطو السمي ديال الجروب اون باراليل في الكور لا ديسكوسيون. اللي ما كيسمعناش مزيان يمشي يدوز عند طبيب الودنين، زيد الصوت. لكن شي بروبليم من عندنا علمونا، جو كوا الصوت راه مسموع. انا غادي نطلق في التليفون دابا باش نعرف واش المساله مقاده ولا لا. دونك نلونسو في الجروب، عطونا دقيقه قبل ما نبداو اللايف. المهم حنا بادين، مي قبل ما نبداو الكلام دونك دقيقه نبارطاجي، واللي يقدر يبارطاجي يبارطاجي، واللي يقدر ينفيتي لي زامي ديالو لا يتردد في فعل ذلك. دونك للتذكير، دونك لو سوجي ديالنا هو الايكوميرس لوكال في المغرب بالضبط، باش ما نبقاوش نتكلموا هكا بصفة عامة، غيكون داكشي في المغرب لأن المعلومات اللي غتعطى متعلقة بالمغرب. دونك هادي مسألة اللي مهمة، دونك بقاو معايا في لو طون باش نزيد نبارطاجي في واحد الجروب آخر. راك تبارطاجي سي نور الدين ياك؟ أييه ولا ساليت؟ باقي لينا واحد الجروب مازال. هنا غادي نحاولوا نحترموا شويه الوقت، عندنا الساعه و40 دقيقه، ساعه و45 دقيقه، لا ربي ساعه ونص، ساعه و40 دقيقه، نحاولوا نديروا ساعه ونص ماكسيموم. ولا بقاو شي اسئله ولا شي حاجه نقدروا نطرحوها في المطر لايف ان شاء الله. دونك بارطاجي سور اون باج. سي نور الدين، وي مرحبا، عندك لا بارول، صافي بدا انت ديجا تتكلم على المحاور ديال اللايف ودير لا انتروداكسيون ديالك، انا راني معاك. المهم بالنسبه لللايف ان شاء الله غادي نهضروا على الايكوم لوكال، يعني كوميرس المغرب اللي كيعتمد على السيستيم ديال الكاش اون ديليفري او سي او دي. يعني بيان سور كيما كتعرفوا تقريبا دابا كاع الدول اللي كيخدموا بايكوم لوكال تقريبا كلهم كيخدموا يعني بالكارتون ديليفري. بيان سور في المغرب حتى المغرب يعني ايكوم لوكال ديالو يعني فيه الكارتون ديليفري، اللي يعني اللي هو يعني بديهيا كتشد يعني كتجيب لي كوموند وكتصيفطهم يعني عند الكليان حتى للبلاصه فين كيكونوا يعني الدار ديالهم ولا الخدمه ايتترا، يعني وكتخلص يعني بيمون على ليفريزون، يعني كتخلص عند الاستيلاء ماشي
هذا هو السيستم يعني اللي كاين في الاي كوميرس المغربي دابا حاليا. هذا ما كاينش ان الناس ما كيخلصوش بلي كارت، كاين واحد الاقليه بيان سور كيخلصوا بلي كارت او باي بال يعني او دوتر بنك، مي يعني الاغلبيه نقدروا نقولوا اكثر من واحد يعني 80% حتى 90% كيخلصوا كلهم يعني على لي بريزون، يعني حتى كتوصل له السلعه لباب الدار عاد يعني كيخلصك. بوال دونك هذا السيستم باش خدامين يعني ايكوم لوكال فيه بزاف ديال التحديات. يعني التجاره الالكترونيه في المغرب كاين بزاف ديال التحديات و ايليميتي يعني غير منتهيه. يعني اول تحدي كتلقى هو بيان سور منين تجيب السلعه، تجيب برودكتس يعني هاي كواليتي، شي حاجه اللي متحشمكش يعني مع الكليان ديالك. هذا يعني اول تحدي كتلقى ملي كتبغي يعني تخدم الاي كوميرس لوكال. بيان سور كتلقى غير لي برودوي اللي الكاليتي ديالهم فريمون فريمون تري مويا، فهمتي؟ الا ما كناش كاع يعني الكاليتي ضعيفه بزاف وكتبيعها يعني بثمن طالع، دونك ساتيسفاكسيون ديال لي كليون كتكون شويه هابطه، ويعني الناس كيبقاو تشكاو ديما من الكاليتي. يعني هذا اول تحدي هو انك تلقى يعني هو انك تلقى دي برودوي بون كاليتي. التحدي الثاني يعني كاين هو يعني الديليفري، كيفاش توصل السلعه ديالك للكليان. دونك بوا لقيتي البرودوي مزيان مشي بخير، مي التحدي الثاني تشالنج يعني نمبر 2 هو الديليفري او الشيبين، كيفاش غادي توصل ديك السلعه يعني للكليان. بيان سور كاينه امانه، وانتم عارفين يعني مشاكل ديال امانه يعني غاليه شويه، و دي فوا يعني ما كيعيطوش لي كليون وداكشي. دونك انت كتكلف بالسويدي كدير كلشي، دونك كيكون يعني كيكون واحد العبء ثقيل عليك انت في الديليفري. وعاد يعني من غير هادشي كامل كاين دار الوصول. دونك اي كوميرس المغرب نقدروا نقولوا دومين ما ساهلش، بيان سور حتى حاجه ما ساهله، يعني كتبغي تربح فلوس حتى حاجه ما ساهل، كل شيء صعيب. دونك كيما قلت لكم كاين بزاف ديال التشالنج في الايكوم لوكال، اهمهم يعني البروداكت فين تلقاهم والديليفري، وبيان سور حتى الروتور. حتى الروتور هو كيتعتبر تشالنج، يعني بزاف ديال الناس كيتفلاو، بزاف ديال الناس يعني كيديروا لي كوموند وحتى كتوصلوا لهم يعني للدار، كيطفي عليك التليفون ولا كيبلوكيك يعني كيبلوكي النمره ديالك، ولا ما كيبقاش يهضر معاك ولا ما كيبقاش يجاوبك، يعني انت كتضطر انك يعني ترد يرجع لك. يعني روتورني كيرجع بيان سور هذا هو اخر حاجه يعني كتقدر تتمناها، هي ترجع يعني كولي ديالك ديجا صيفطيها. دونك الا رجعت تكون ضايع، سيرتو راكم عارفين نتوما لي بخي امانه يعني 58 درهم الا جاوك، الا صيفطتي مثلا غير 10 وجاوك 4 ديال الفلوس ولا 3 راك ديجا خاسر. يعني بدينا تريتو السوجي من خلال المشاكل، وخلي سوسي اون ابروش كتبان شي مرات كتبان ابروش ماشي مزيانه، ولكن في هاد لو كا ديال الايكوم لوكال مزيان نبداو نتكلموا على المشاكل. لان ما كتسمعش مزيان اخي، دابا كتسمعني مزيان؟ سي بون دابا داكور. قلت لك نورمالمون جينيرالمون في لي زابروش ديال ديسكسيون في لي سوجي بحال هادو كنحاولوا اننا نتجنبوا نبداو نتكلموا بمشاكل، ولكن بالضبط هاد لو كا ديال الايكوم لوكال يحتاج انك تريتي المشاكل، تكلم على المشاكل هما الاولين ديطايهم باش نتكلم على الحلول اللي كاينين، حيت الناس اللي كيتبعونا دابا الناس اللي كيتبعونا دابا الاغلبيه عارفين الايكوم في الانترناسيونال، دونك عارفين لي كونترانت، عارفين المشاكل اللي كيكونوا في اللوكال. سي تان كا فريمون بارتيكولي، لان كنتكلموا على الكاش اون ديليفري يعني البيمون على ليفريزون كما كنسميها، او لا تخلص فاش كتوصلك السلعه، وهذا سي تان كا تري بارتيكولي، لان انت كتغامر باش نعاود ندورها مسيرك في السيرة، كتغامر بزاف حيت كتصيفط لواحد الانسان ان برودوي، يقدر هو مشى ينعس فكر بانه ما ندم على شرا داك البرودوي، انت خلص عليه 57 درهم باش تصيفطو ليه من كازا للعيون ولا باش 58 درهم 58 درهم باش تصيفطو ليه من كازا لوجدة، وهو غير في الليل من نعس وفاق تنادم معاه الحال وغادي يوصل ليه برودوي ما بغيش يمشي يستقبلو وتمشي تصدق انت. وي جوستومون هاد لي كادو ما اكثرهم يعني في المغرب، كاين بزاف 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 ديال الناس يعني اللي فريمون كيتنادم معاهم الحال، هادو الا كنسميهم يعني السفاهة،
دونك بزاف تيس فيه صافي كدير معاه صافي ما كيبقاش باغي نورمالمون هاد القضيه خصك يعني تفاليدي معاه اليوم وتصيفط ليه يعني حتى لندن مي واخا كتصيفط ليه لندن كيوقع نفس المشكل يعني كيبقى ديما مقلب يعني ياخذ الساعه ديالو دونك فوالا نكملو قلنا كاين بزاف ديال التشالنج في الاي كوميرس لوكال منهم كما قلنا يعني الكاليتي ديال البرودوي ديليفري او شيبين ولي هوتو بيان سور يعني دومين لوكراتيف يعني بور لانستون يعني دومين مربح يعني فيه ما يدار ديال بصح طبعا الوقتات كيكون مربح الا صبرتي لهاد الصداع الراس هذا في الاول بيان سور طورتي راسك ودرتي ليكيب يعني اللي كيتكلفوا ليك بهاد لي طاش هادو اللي فريمون يعني اكزاستين يعني كيعيب دونك الا درتي ايكيب كدير الخدمه راك يعني تقدر تمشي بعيد وكان الدراري يعني كيليفريو غير 10 20 كولي في النهار يعني كيديروا 20 مبيعه في النهار راه فريمون يعني سا مارش تري بيان يعني كيجيب واحد 3000 حتى 4000 ديالو في النهار يعني انا كنهضروا هنا على يعني بينيفيس يعني كيجيب 4000 بينيفيس دونك سي ديجا كنظن يعني هادشي غير يعني في الديبي اما ديجا ملي كي الا كبرتي مثلا السيلز ديالك راه تقدر توصل ل 2000 بار جوغ يعني فاسيلمون غير هو كما قلت لك خص تكون عندك واحد المناعه قويه يعني توردز هاد صداع الراس وهاد قول لي نور الدين تقريبا ابروكسيماتيفمون شحال عندكم لوطو دو روتور بارابور لي كوموند في النهار دابا بالنسبه لي حنا كنخدموا كان عندنا يعني لي فريزون ديالنا بيان سور ماشي في المغرب كامل في كيكوبي كيكون واحد 20 حتى 30% ديال لي روتو هادو جورنال شي سهله ماشي سهله لا لا ماشي سهل المهم ماشي سهل راه ديجا يعني سونتر دابيل ديجا دي فوا يعني سونتر دابيل كيوصل حتى ل 10000 يعني ابل في النهار يلاه كيخرج لنا تقريبا 100 150 كوموند في النهار دونك بحال بغيت تقول كدير واحد البروسيدور يعني واحد التكرير دونك كتدي زابيل بزاف يلاه كتخرج منهم واحد شويه يعني ديال لي كوموند يعني اغلبيه غير يعني شي كيسول شي باغي يشد الهضره فهمتي دونك اغلبيه كيسولوا اللي كيشريو يعني كما قلت لك قلا دي فوا كنصوت حتى لوينين يعني 9000 حتى 10000 كاع ابيل بار جور مي كتخرج منها 100 150 كوموند دونك فوالا القضيه شويه مضاعفه قاصحه مي ملي كتشوف يعني البروفيت راه كتقول ديجا يعني بامال داك تاع راس كامل يعني يستحق شي كيصبرك على شي شي كيصبرك على شي بيان سور كيما قلت لك غير 10 ديال لي هي شي 10 ديال السيلز من نهار ديجا يعني بامال بيان سور كتعرف اللون على لو تيكيت برودكت هما اللي كيتباعوا بزاف يعني لو تيكيت برودكت برودوي يعني ديال 20 دولار 30 دولار حتى 50 دولار كاع يعني هادو يعني هما لي برودوي اللي كيتباعوا بزاف في المغرب المات تيكيت والهاي تيكيت بيان سور البيع ديالهم تخيل وبيان سور كيجيو حتى تالي كليون يعني في تخي مي غير هو يعني كيكون داكشي تقيل شوية انت راك عارف كل ما تزيد في الثمن كيتقال شوية البيع لان اكبر من لي كونترانت اللي كتواجههم فاش كتبيع في الثمن اللي طالع الكليون ما كيشوفش البرودوي دونك ما كيعرفش الكاليتي اللي غايشريها وشنو هي دونك بزاف ديال المسائل اللي كتلعب دور كبير لو دوت ما كيعرفش جامي يتعامل معاك و يخاف يشري برودوي غالي وما يصدقش كيف بغاه دونك هادشي علاش تبقى ندورو في 300 400 درهم ماكسيموم 500 درهم حتى 500 درهم بالنسبه للمغاربه راه سي با دوني في الاي كوميرس حقيقه حتى هو سي بان اللي طالع مي دابا هما ولاو كيشريو يعني 500 600 حتى 1000 كاع يعني ولاو كيشريو صافي مع البرودوي اللي عندك البرودوي خصو يكون بيان سور يعني افيكاس كيحل المشكل راك عارف اغلبية البرودوي اللي كيتباعو في المغرب هما يعني بروبليم سولفر بروداكت يعني ماشي اي برودوي كيتباع بيان سور داكشي ديال الكماليات داكشي يعني ما خدامش دونك كتجي برودوي كيحل المشكل سواء يعني المشكل في الصحة ولا شي حاجة المهم فهمتي المهم كتجيب بروبليم سولفر بروداكت هما اللي خدامين في المغرب داكور دونك كيما قلنا
دونك كما قلنا هضرنا على لي تشالنج بيان سور كيفاش تقدر تجيب السلعه في المغرب ومنين تقدر تشري السلعه. يعني هذا السؤال هذا يعني هو المطروح يعني حاليا بزاف. بيان سور السلعه فيها انواع يعني ماشي كاع لي برودوي بحال بحال. يعني كاين لي برودوي اللي كيكونوا كاليتي كيدخلوا كما كنقولوا دي كونتابوند ولا نامبورت يعني برودوي كيدخلوا من اوروبا كيدخلوا من امريكا يعني بريميوم برودكت وكاين يعني القشاوش ديال الشينوا بس كتبلي وانا القشاوش ديال الشينوا يعني هي كتشدهم في ديك كيتفرتو دونك هذيك لي برودوي لا علاقه فهمتي. هادوك ما اكثرهم في المغرب و الا ما قلناش كازا يعني كثر في كازا يعني كتلقاهم غير هما كارا دلال تربع عمر ولا سعيد. بيان سور دوك البرودكت يعني الكاليتي ديالهم طايحه. ننصح الدراري يعني يحاولوا يكونوا سيليكتيف شويه في دوك لي برودوي ديال علي اكسبريس اللي كاينين في كازا. دونك بعد ما يكون شويه سيليكتيف يقلب يعني البرودوي في الاول عند الفوريس تاعو يفيريفيه يفيريفي الكاليتي ديالو ويتيستيه اذا كان شي حاجه الكترونيك يعني بوكوا با تيست برونشي يعني وقلب باش واش خدام ولا لا. اغلب داكشي ديال الكترونيك يعني كيجي خاسر لي مالوغوزمون. أغلبية إيربودز باور بانكس داكشي كاع يعني إلكترونيك كيشوي يعني المهم إلا مكانش خاسر كيكون فيه شي ديفو. دونك ديما يعني فيريفي السلعة عند الفورنيسور عاد 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 ناخدها وحاول يعني تحيد ديك الفكرة ديال ديك الفكرة ديال يسيفطيك الفورنيسور يعني بلا ما تلاقى معاه تسيفطي غير يعني في لابونك يسيفطيك. دونك هادي موفيز أفير. دونك الفورنيسور كيدير مبلغ بيان سور كيصيفط لك السلعه ناقصه بزاف. دونك اللي ننصح الدراري هو تمشي يعني تقلب السلعه بيديك وتشوف يعني المسائل ديال كلها. كما قلنا كاين يعني برومي برودكت كاين برودكت اللي كيجيو من الشينوا وبيان سور كاين ثيرد بارتي اللي هما تركيا ومصر. بيان سور كيخدمو في الفيتمون بزاف داكشي ديال العبايات ومهم راك عارف لي فولاغ المسائل. دونك هادو ماشيين بزاف شحال هما لي برودوي لي كيجيو من تركيا ومصر. دونك مكاينش مشاكل معاهم في الديوانة بزاف بحال يعني لي برودوي جايين من لوروب ولا من لاميريك. دونك هادو هما الأنواع يعني ديال لي برودوي لي تقدر تبيع في المغرب. بيان سور باش تبيع برودوي في الفيسبوك راه ديجا خاصك تيستيه في الأول تشوف واش كاين شي فيدباك من عند عند كونسيومر ولا واش كاين شي انغازمون مع البرودوي. وي واش كاين كيسول و راه ديجا يعني ديجا قام الى جا كنا كيسول بزاف على البرودوي راه عارف بان راه كاين واحد طالب. ما عرفتش واش كتسمعوني مزيان. كتسمعني انا كنسمعك مزيان وي كنسمعك. باكو عندي هنايا طلع ليا برو كونيكشن pour network connection je pense c'est pas la connexion mais c'est pas grave il m'a envoyé un message c'est bon d'accord je pense d'abord bien donc voilà comme produit d'ima il y a deux autres marchés qui comme d'abord des vérifications des produits après que deux il y a le test que tester ou pour dire test le produit ou tu n'as rien à savoir ولكن تكون عارف بان راه موجود كاين يعني كاين عند الفورنيسور اكس ولا كاين في البلاصه اكس تقدر يعني تيستيه بلا ما يكون عندك. و بيان سور تيست انا كنصح يعني الدراري ما يفوتوش بلاص كاخر تيست بواحد البيدجي ديال 5 دولار لحقاش رخيص في المغرب يعني ماشي دي يو اس ولا دي يو كي فهمتي. دونك 5 دولار ديجا يعني الا كان بروي خدام غادي يبان ليك واش خدام ولا لا. طوب فوالا الا ما جاتش حتى شي مبيعه يعني من هاد 24 ديك 5 دولار دونك هنا يعني يو كان كيب فهمتي كيل ذا اد سيتس ذن كونتينيو. بيان سور الا جاوك هادشي في حالات ما يعني الا ما جات حتى شي مبيعه يعني ديك الساعه يو كان كيب فهمتي. مي الا جات غير مبيعه وحده ولا يعني فيو سيلز جاوك شويه المبيعات من هاد الكامبين دونك عرف بان راه برودوي غيكون خدام. دونك ديجا كيجيوني دي ميساج
دونك كيما قلت لك الا جاو غير شويه المبيعات ولا جات غير مبيعه وحده راه ديجا عارف البرودوي يعني غادي يخدم مزيان دونك كتبقى مكمل عليه بيان سور ما كيبقاش هو يعني داك الكولي كيكون في الاول كيرخاص يعني مع الوقت بيان سور يقدر يكون كيجيب لك يعني كوموند دولار في الاول مي جوست ابخي راه كيبدا يجيب لك يعني غير بنص ولا تاع الدولار دونك فوالا هذه تقريبا ديال التيست ديال البرودكتس من في فيسبوك ادس بالنسبه للايكوم لوكال بالنسبه لفيسبوك ادس بيان سور ما كيخدموش كاع لي جون يعني ديال اد كوبيز ولا ديال لي جون ديال ادس في المغرب كيخدموا غير بعض يعني بعد انواع ديال ادس هما اللي كيخدموا في المغرب ما كيخدموش كلشي ماشي بحال برا يعني تقدر دير البورشيس يعني تبع السيلز ديالك البيكسل وداكشي يعني في المغرب نو المغرب يعني كيخصك غير يعني توصل للكليان ودير واحد البيرسويسيف يعني تكست ديال كونفانك يعني باش كتقنع الكليان باش كيصيفطك كي كيكوموند أغلبية يعني ديال لي كوموند كيجيو في المغرب كيجيو باغ ميساج سوا يعني ميسنجر ولا واتساب كما كنعرفوا يعني كاينه يعني لوبسيون ديال الواتساب يعني في الفيسبوك ادس دونك تقدر يعني بنادم يراسل في الواتساب على ديك لي كوموند ما نصحش الدراري يعني بالبي بي او شويه كيتقام غالي وما كيجيبش يعني ماشي افيكاس بارابور يعني الميسنجر فريمون دابا حتى الليدز الليدز خدامه مزيان الدراري خدامين بالليدز فوالا هادشي اللي كاين ما تحاولش يعني ديك فوا كيخدم يعني كيسون كيخدم ريش يعني كوست بر مايل يعني كيخدم مي ماشي افيكاس كيما قلت لك بحال دي جون دونك فوالا جو بونس كلشي واضح نوقف عند هاد البوان ديال الادز حيت مهم بزاف اصلا هي الحاجه اللي كتعذب الناس اللي خدامين في الدروب شيبينغ والايكوم انترناسيونال هو المشكل ديال فيسبوك ادز كيقتلهم وكيطيب لهم القلب بالنسبه للمغرب قلت ما نخدموش بي بي او لي بي بوست ولا بيبر انجيجمنت او لا كتخلص على لونجاجمون الوغ نتكلموا افيك بلوس دو ديتاي على شنو لي ميثود اللي كتخدم بهم شنو تنصح الناس يخدموا في المغرب في الفيسبوك ادز بيان سور راه ديجا الدراري ديال الاي كوميرس المغرب يعني اللي داخلين معنا في الجروب ديال الاي كوموريرز راه ديجا عارفين يعني اللايف اللي داك الخدام راه كنصح يعني بكات جون دو ارت ليت كيتخدمو في المغرب يعني بروميرمون ليت يعني فيسبوك ليت بيان سور ولا درتي ليه فانل يعني دو بريفيرونس يعني ديال الفانل ديالو دوزيامون يعني ميسانجر دونك ميسنجر ارتس هو ميسنجر ارتس تا هو كيتزم واحد الفان يعني في المغرب تا ميسنجر ارتس يعني كتقاد ليه في الاول يعني الكونفيرت تكست باش كيصيفط لك يعني بنادم كدير هذه ديال مثلا ديال اوردر ناو باش عاد كيدوز عندك يعني ميسنجر باش كتصيفط ليه واحد الميساج يعني اوتوماتيزي دونك القضية ديجا كنقولو في لايف قدام دونك كنقولو يعني هادو هما لي بلي افيكاس يعني سلون ليكسبيريونس ديالنا في الايكوم لوكال بيان سور قلنا فيسبوك ليدز ميسنجر واتساب يعني واتساب بيزنس ولا واتساب عادي دونك خدام في المغرب ديال بصح يعني حنا عارفين المغرب ديجا يعني الاول الى جينا نشوفو كاع اول ابليكاسيون خدامين بها الباب بزاف هي واتساب يعني كاين الانستغرام والفيسبوك دونك بغاو يعني كيخدمو بزاف انستغرام ديزولي الواتساب دونك الواتساب كيكون خدام مزيان دونك هادشي اللي كاين وكاين لابريسيون يعني لابريسيون كيبقى يعني لاست تشانس يعني حتى ما كتخدموش هادو كاملين تستفدي مثلا بالريش المهم بيان سور غاتخدم ليك وحده من هاد الثلاثه اللي قلت الاولين حقاش ميمكنش دونك هادو هما اللي يعني الارتس اللي ارتس جانغ اللي بلي افيكاس اللي كاين دابا حاليا كنخدمو فيهم بيان سور خصو لون اكسبيريونس يقدر شي واحد يكون خدام ليه مثلا ستوك سيبا ممكن مي منظنش يعني منظنش ستوك ديال كونفيرتي اكثر من ميسانجر ولا اكثر من الواتساب
قول لي نور الدين، في المغرب كنسمعوا بهاد القضيه ديال الواتساب ولات منتشره بزاف، لا بليبار دابا كتلقى دي جروب، دخل الجروب غتلقى فيه البيع والشراء، سي دو سويت. سمح لي بالنسبه للناس اللي كتسمع الصوت مزيان، نتكلموا على مساله ديال السطور. بالنسبه للمساله ديال السطور، عندك في الفيسبوك ادس نبداو نطرحوا دي كيستيون سوا ديزون بات، نشوف لي كيستيون بات حيت كيعطيو دي ريزولتا. بالنسبه لك لا ميور ميثود ولا لا ميور دي سوليسيون تخدم بالفيديو على البروداكت، الا كان عندك فيديو كنت خادمه ولا لقيتو ليسونسييل تخدم بالفيديو وتوريونتي الناس لان جروب واتساب في لانونس ديالك، ولا تورينتيهم لان ستور ان سيت. انا لا خيرتي بين هاد الجوج هذا، ياك خيرت بين هاد الجوج اكزاكت. بيان سور ستور، دونك فيديو ديال ستور بسوقنا، يعني ب سميتو تكلموا اي بون، لان لوكال هو لوكال راه سيت اون بارتي من الاي كوميرس انترناسيونال. حنا الحاجه اللي عندنا حاليا لا دابا الحاجه اللي عندنا فيها مشكل هي هذيك لا كونفيونس اللي ما كايناش عند المغاربه، انه يشري على واحد مغربي. شوف بغينا ولا كرهنا هذا واقع، انا كمغربي ما عنديش لا كونفيونس انني نشري على مغربي في المغرب، وعندي لا كونفيونس انني نشري على شينوي من الشينوا. وي كاينه القضيه صافنا هذا لو مونك دو كونفيونس هو البروبليم الكبير اللي كاين حاليا في الاي كوميرس ماروكان. والاي كوميرس ماروكان اللي كنشوفوه مازال خاصو يتقنن اكثر، وخاص خاص بزاف ديال القوانين، خاص الدوله تعاون شويه باش يطور هذا الدومين هذا، لان صبر حنا ما نتريطوش هذا المشكل هذا ديال الانترفونسيون، يعني التدخل ديال الدوله. ملي كنتكلم على الدوله يعني الحكومه مثلا أولا الوزارة المعنية بالاقتصاد الرقمي وهذا الشيء هذا ديال التجارة والصناعة إلى آخره، ما كنحسوش بأنه فريمون عندهم واحد الدور باش يطوروا هذا الدومين هذا ويخليو أنه الناس يكتسبوا ثقة إلى آخره إلى آخره. دونك حنا باقيين مازال كنتعاملوا في الإي كوميرس بطريقة اللي هي بدائية. وي جوستومون لحقاش هما عاوتاني عندهم إكراهات أخرى، يعني بالنسبة لهم الديجيتاليزاسيون يعني شيء ثانوي، يعني تسكي ديجيتال راه كيبقى يعني شيء ثانوي، بما انهم يعني عندهم اكراهات في الواقع اكسترا اكسترا. بالنسبه للدوله يعني ما نسيبوش من يعني شي تدخل بالنسبه للايكوميرس ولا التشكيل ديجيتال، بيان سوغ الناس اللي خدامين والكليان هما اللي فاقدين، هما العوامل الرئيسيين اللي كاينين دابا اللي يقدروا يزيدوا في الضمان قدام ولا يرجعوا لهم، فهمتي؟ دونك بيان سوغ الدوله بيان سوغ تقنن فوق واقع اللي تقنن الدومين، بحال مثلا اللي عندو لونتربريز مثلا هو اللي يخدم الايكوميرس في المغرب، دونك عندو لونتربريز هو يقدر يجيب السلعه ويبيعها ويسد في امانه وداك الشيء. دونك هذا بالنسبه لي انا بون سوليسيون باش فهمتي. هذه المساله هذه ديال انه اللي عنده شركه هو اللي يخدم، راه هذا الشيء اللي خاصو يكون. شوف بغينا ولا كرهنا راه هذا هو الطريق اللي خصنا نمشيو ليه، لان ما يمكنلكش تبقى انت خدام اون طون كانديفيدو، يعني كفرد او كشخص تبقى خدام وتوقع بانه الناس غيديروا فيك الثقه الى اخره. راه غدا ملي تنوض هاد الدوله هادي تبغي تقنن، باش تبغي تقنن لان القوانين كاينه، مي ملي تبغي تضغط اكثر غادي تفرض عليك انك دير شركه الا بغيت تخدم، ولا شدوك تخدم بطريقه اللي هي غير شرعيه، لان انت اون طونك انديفيديو كتجي وكدير فيسبوك ادز والناس كيتحسب لهم بانهم راهم خدامين اليز وما كانش مشكل. راه الفيسبوك ادز اللي كونترولابل، لان الادز انت كتارجيتي فيها المغاربه، وهاد الدوله اللي كنتكلموا عليها حنا راها مغرب، يعني راه الا عندهم سيلول في وزاره الصناعه مثلا، يديروا وزاره الاقتصاد والتجاره الى اخره، يديروا سيلول انفورماتيك تراقب لي فيسبوك اد، تراقب غير شنو كيتلونسا الفيسبوك ادز من الاعلانات التجاريه، وغيتابعوا دوك الناس. وهذا الشيء راه كيدار غير شنو هو، ما كيداش بديك الحده اللي غادي تخليها تضغط بزاف على الناس.
والا اليوم اسمح لي غادي نخرج شويه على الموضوع وغادي نرجع ليه. واحد من بين المشاكل الكبيره اللي غادي نبداو نواجهوها من هنا لقدام خصوصا في هاد السنوات اللي جايه ابتداء من 2019، شوفوا القوانين الماليه الجديده ديال الدوله، القانون الماليه الجديد عامل غير الضرائب، هما زادوا في لافينيت، هما زادوا في كذا، هما زادوا في كذا، ما تحسب الانسان بانه راه غادي يسلك من هاد الشيء اللي راه واقع. راه حتى هاد الناس اللي خدامين بار انترنت غادي تفرضوا عليهم ضرائب. علاش؟ عندك وحده من جوج، خدام بالانترنت صافي دير الناس كيخلصوا ياك، الناس كيخلصوا حتى فين كدير الفلوس، يا تمشي تحطهم في لابونك غاديرهم تحت الفلوس هذا، الا مشيت تحطهم في لابونك غايقولوا لك من راك تجيب هاد الفلوس الشاف. حنا غادي نرجعوا نخدموا بلو سيستم اوروبيا ولا سيستم امريكا، الفلوس اللي كيدخلوا لابونك اللي سون توس كونترولي، كاع الفلوس اللي كتدخل الابناك راها كونترولي. واحد الوقت كانت الدوله ما كتهضرش على هاد المساله هادي ودار عين ميكا، ولكن اليوم لا، اليوم مع هاد الحكومه اللي جات مع العداله والتنميه من النهار اللي بدات اليوم، الى لاحظتوا بانه التسلسل ديال الاحداث في القطاع الاقتصادي الاخير كله كيمشي للاتجاه ديال انه يكونترولو الفلوس منين كيجيو فين كيمشيو. دونك ملي غادي تدخل تحط فلوسك في لابونك غيبداو يكونتروليك، دخلوك فلوس من الخارج غيكونتروليك منين راهم يجيوك الفلوس اوتوماتيكمون، يقول لك تامبوزا غادي تجوستيفي لهم الفلوس منين كيجيو اوتوماتيكمون، تقول ما انا راني خدام لان خصك تجوستيفي والا غيحجزوا لك على فلوسك بما انها غير معروفه المصدر، انت كتمشي تبرسيها دونك تقول انا راني خدام غادي امبوزو عليك يعني غادي توصل انك دير شركه. دونك الناس اللي باغيين يخدموا ويمشيو بعيد في الدومين بالسيف عليهم، استعمل هذه الكلمه هذه بالسيف عليه، خاصو يدير شركه. الا ما طورش الفكر ديالك وتمشي في هذا الليسونس هذا كن على يقين بانه ما تمشيش بعيد. رانا غير هاد الدوله ديالنا الله يهدينا ويهديهم غير يعطونا شي حاجه اللي هي ملموسه، يقولوا لنا مثلا غتخلصوا قده ديال الضرائب بالنسبه للناس اللي خدامين في الدومين، يقولوا لهم غادي تخلصوا قده ديال الضرائب كبدايه، يحاولوا انهم يشجعوا هاد الناس يخدموا، ماشي تجي تفرض عليه واحد الضريبه اللي هو ما عارفاش حتى من الجايه، وانت ما كتضربش الحساب بانه حتى هو راه كيصرف الفلوس، راه ماشي غير كيدخل الفلوس، الا حط 10000 درهم في لابونك صافي با دير بان هذوك 10000 درهم راه كلها ربح، راه السيد كيصرف عنده مصاريف ديالو وعنده اعلانات كيديرهم، راه يقدر يكون خسر اكثر من 8000 ولا 9000 درهم باش دخل 2000 درهم ديال الفرق ديال الربح. دونك حنا باقيين كنساينو فريمون دراسة الدراسة والدولة والوزارة المعنية قادرة انها دير هاد الدراسة، لان المغرب سفري راه كيتحرك في الاي كوميرس وراه كاين دي شيفر كبار كيداروا في الاي كوميرس في المغرب مقارنة، نتكلموا على المغرب ما نقارنوش راسنا بالعالم الخارجي بين قوسين، ما نقارنوش راسنا باوروبا ولا حتى بالجيران، ولكن في المغرب كاينين ملايير اللي كتدار كل عام في الدومين. ايوا علاش ما ينوضوش من اليوم يبداو يديروا الدراسات ديالهم ويحددوا قوانين اللي غادي يخدموا بها الناس اللي بغاو يخدموا. اليوم انت اون طونك بيرسون انديفيديوال دونك اون طونك بيرسون فيزيك ياك، شخص كيفاش نقولوا بيرسون فيزيك ما عرفتش واش نقولها بالعربيه، المهم اون طونك بيرسون فيزيك يمكن لك تخدم في واحد الاطار اللي هو فردي انديفيديوال، ماشي ضروري دير اونتربريز صار ولا دير مش عارف اس ان سي ولا، مي تقدر تخدم اون طونك انديفيديو اللي هي مثلا مقاول ذاتي وتخدم في الدومين ديال الاي كوميرس، يفتحوا لك الباب وتخلص الضرائب، ولكن داك الشيء يكون معقول، ما تجيش تفرض عليا واحد الضرائب اللي تهلكني بها وانا مازال بادي في الطريق ديالي. ماشي مفروض علينا، ماشي دابا حنا هاد الشباب اللي كيشوفوا بحال مثلا دابا 354 واحد اللي جالسين كيسمعوا هاد الكلام اللي كنتكلموا عليه اليوم، وبالنسبه للاخوت اللي كيقول كتقلب على المشاكل، لا مزيان تحدثوا على هاد الشيء، لان الاي كوميرس لوكال بالذات الدوله كتقدر تحط عليه عينها مزيان، كتقدر تعرف اشنو كدير في الاي كوميرس لوكال، كتقدر تعرف اشنو راك كدير كونترارمون داكشي اللي كتخدم في اي كوميرس انترناسيونال. علاش؟ لان فلوس كلهم كيمشيو باي بال، كيمشيو لدي كارت فيرتوييل، كيمشيو لدي كونت فيرتوييل، واللي الدوله ما تقدر تعرف عليهم حتى شي حاجه، هذا واقع بغات ولا كرهت هذا هو الواقع. دونك لو فات ان الدوله قادره تعرفنا اش تقدر تعرف الناس اللي خدامين في الدومين في اللوكال عارفين اشنو كيديروا، خصها تعاونهم دير قوانين اللي تخلي هاد الناس هادو يخدموا هما مرتاحين، وهاد القوانين المفروض هي اللي غادي توفر داك الجو ديال الثقه باش الناس يوليو يخلصوا بلا كارت. لان علاش انا كنتكلم على هاد الشيء كامل؟ لان نور الدين نهار في الاول فاش بدا يتكلم على المشاكل، وواحد من بين المشاكل الكبار اللي كاينه هو انه مضطر انه يتعامل بالكاش اون ديليفري، مضطر انه يتعامل
بسميتو بلا بيمون على ليفريزون. والبيمون على ليفريزون في المغرب كما قلنا قبيله، بنادم يشري عليك دابا يمشي ينعس يصبح غدا نادم، نادم معاه الحال، نصدقوا في التبرهيش داكور. الوغ كو ملي كيخلصك افيك اون كارت راه خلص، كاين واحد لو بيتي بلوكاج اللي غادي يمنعو انه يقول لك راه تنادم معايا الحال ولا ماشي. بحال ملي ما يكونش مخلصك انت تخسر ترونسبور 58 درهم باش كتصيفط عليه، والروتور غيتحسب عليك حتى هو ب 58 درهم داكور، وشوف انت خاسر على البرودوي 116 درهم وما مبيوعش في الاخر. دونك علاش؟ لان الجو ديال الاي كوميرس في المغرب باقي ما فيش ديك الثقه المتبادله ما بين البائع والشاري، لان في الوسط ما عندناش واحد الانترميدير اللي كيفرض او اللي كيضمن هذيك الثقه المتبادله. لي بونك كيديروا الدور ديالهم عادي اللي هو انه ياخذ الفلوس من هنا ويدوزهم من الكونت ديال هذا، سي اون رياليتي، ولكن ماشي هذا الشيء اللي مطلوب، كاين حوايج اخرى اللي خصها تخدم. علاش ما يجوش شركات باي بال اليوم؟ شنو هو باي بال؟ سي وسيط، سمح لي انا نرد لنا ناخذ ديك الكلمه، باي بال هو وسيط. علاش ما يكونوش عندنا وسطاء في المغرب شركه تلعب الدور ديال الوسيط اللي كيلعبوا باي بال في اوروبا في امريكا في العالم كامل، يتلعب هذاك الدور هنا في المغرب، ويكون عندنا واحد اللي كنديروا فيه الثقه اللي كيضمن هذا ويضمن هذا. علاش ما عندناش هاد لا سوليسيون في المغرب؟ كتعرفوا شي واحد؟ انا ما كنعرف حتى شي واحد، ما كنعرف حتى شي شركه اللي كدير هاد الخدمه هادي. بورتون سي فيزابل. ملي كنشوفوا لو شيفر اللي كنتكلموا عليه في المغرب الاي كوميرس لوكال ماروكا، كاين بزاف ما يدار. وهنا الدور ديال القوانين والانظمه اللي غادي تخلي انه المغاربه حتى هما يتطوروا يمشيو. راه حشومه ملي كنشوفوا كينيا عندهم البيمون بالموبايل وصل لواحد النيفو اللي حنا باقي مازال ما بديناش فيه. كينيا سيروا بحثوا شويه تلقاو بانه في افريك نيجيريا سابقيننا، كينيا سبقانا بزاف، سبقانا بمراحل اشواط. وحنا اللي كنقولوا على رسالنا ما نعرفوا شنو في المغرب عندنا ميور كونيكسيون انترنت وعندنا جون سي با كوا، باقي مقاتلين ما عندناش لا كونفيونس. بون ندير نقطه ونرجع لا ماروك تيليكوم. ماروك تيليكوميرس ما كيأسوريش لا كونفيونس. ماروك تيليكوميرس سي جوست ان بايمنت جيت واي وصافي. ما واسوء ما كاين كاع باش نتكلموا على ماروك تيليكوميرس، باسكو حنا نتكلموا على السوجي. ماروك تيليكوميرس سي زيرو. عيط لهم سيبورت تكنيك حتى واحد ما يجاوبك. كيفاش بغيت انت ماروك تيليكوميرس لعب الدور ديال الانترميديير وانت كتعيط لهم في سيبورت تليفون ما يجاوبك حتى شي واحد؟ كيفاش غيديروا يلعبوا هاد الدور هذا؟ سي زيرو ماروك تيليكوميرس. انا كندير لها اشكال زيرو. شنو قلت نور الدين؟ حتى لا دوبو كيكون عند اكثر نهار كثير. وي جوستومون. الوغ اللي غيلعب الدور ديال الانترميديير خاصو يكون اتونتيف وخاصو يكون اليكوت، خاص التليفون ديالو يتجاوب اون فوا كيسوني ويكون لا لين ماشي اوكيبي، خاصو يجاوب لان هذا اللي غيدوي راه عنده ان بروبليم. داكوغ. دونك هنا في المغرب مازال ما عندناش لانفراستركتور ريال والناس السيريو اللي يخدموا باش يطوروا الاي كوميرس في المغرب. الدور ديال الوزاره المعنيه هنا خصها تبان. راه ما كاينه تبارك الله شباب متخرجين من ديزيكول خدمتهم هذه، يخدموا هاد الشباب واش يبقاو يخليو غير الشباب هما اللي كيجيروا؟ يجيبوا الشباب ويعطوهم باش يطوروا شويه البلاد. واش حنا نبقاو توجور جيري بار دي جون ديال 60 عام و 70 عام كيخرج تيخرج لا روتريت؟ ما يمكنش نزيدوا القدام. نور الدين كمل اخويا وسمح لي طولت. اساسا ضروري تفضل نور الدين. كنا كنتكلموا على الفيسبوك ادس، انا كنت سولتك على القضيه ديال واش من الاحسن انك تاوردي بنادم ستور ولا الان جروب واتساب. دونك بالنسبه لك سي ليديا هو ستور بارتي ميرا بارتي ميرا على التوفيق على ديك في خاله ستور غادي تجيب بلا مشاري واتساب غادي تجيب بلا غادي داك ما عرفتي شي. دونك هنا داكشي علاش كنت انا كاين شي بروبليم. نور الدين بقى معايا، كاين شي بروبليم في الصوت لا كونيكسيون ضعفت عندك. الكونيكسيون راه ضعيفة عندك. لا غير كيوقعوا بحال هاد لي بتي تريبسيون، معليش نصبروا شويه بحال هو يرجع.
وصافي يا خاص نفس الليل. يلا سير صافي، راه كاين ان تي بروبليم ديال الصوت، وي صبروا معنا شويه تنقدوه. بالنسبه للتشويش عندي الماك سخن ملي كنخدم هاد لابليكاسيون باش نخدم اللايف، كتستهلك بزاف ديال الباتري سميتو في الماك، والميكرو بروس كيسخن. دونك هاد الصوت اللي كتسمعوه دابا راه ديال الميكرو بروسيسور فرفاره قدامه. معليش صبروا معايا شويه. غادي نتكلموا على الشيبينغ، لان هو مساله اللي ضروريه. غنتكلم على الشركات اللي تقدر تخدم معها في المغرب، ولا كاليتي، لان هما سينور ديما عنده تجربه، عنده تجربه مزيانه. هادي كوز انترنت كونيكشن از نوت فاست. ايماجين دابا حنا كنتكلموا على الكونيكسيون مات كونيكسيون. اون برينسيپ راني خدام دابا الفيبر اوبتيك ديال 100 ميغا، وكيعطيني لابليكاسيون هاي كواليتي فيديو مود هاز بين ديزاكتيفيتد. دابا لابليكاسيون بداتها نقصت في الكاليتي ديال الاش دي، الكاليتي ديال الفيديو ولا كاليتي ديال الصوت، حيت لا كونيكسيون ماشي مزيانه، وراني مكونيكتي بالخيط ماشي حتى بالواي فاي. شنو نتوقع دابا؟ ما عرفتش والله، ما عرفت. سي بون دابا الصوت مزيان، هذاك الصوت ديال الشتا هو الصوت ديال الفرفرة ديال البيسي، ماشي ديال شي حاجة أخرى. دونك يرجع نور الدين باش نتكلمو على الشيبين في المغرب. صبر نشوف، يقدر يكون مزيان دابا. نور الدين كتسمعني؟ Oui, je suis là. الكيت حيت ما كنسمعوكش مزيان. واخا دابا مزيان، انا كنسمعك، انا ماشي مشكل، لان لا كومونيكاسيون بيناتنا راه ديريكت. الناس في اللايف كيقولوا بانهم ما كيسمعوش مزيان. صبر انا ندخل نشوف. الصوت ولا ما فهمتش انا. ديجا قال لك سانك دونك ديجا انا قال لي بحال الله يتقطع. سي بون، لا صلاح ولا صافي، يعني سلاك وصافي. سي بون ماشي مشكل، دابا راه صافا صافا، راه حسن. تفضل نور، تفضل. كما قلتي قبيله واحد النقطه، قلتي بان الدوله مراقبه بالارباح ديالك اللي كدير من الاي كوميرس. بيان سور ما تقدرش تراقب الا درتي لي فريزون ديالك، فهمتي، ولا خدمتي مع شي شركه اخرى لي فريزون غير امان. بون، هي الدوله الا بغات تراقبك راه غادي تراقبك، ماشي الاشكال في ليفريزون عام من درتها. الاشكال الفلوس فين غديرهم؟ واش غتخبيهم تحت المخده ولا غتحطهم في لابونك؟ دونك لا، ما غتحطهم في لابونك، فين كاين المشكل؟ يعني خدام ما عرفتش شنو جبتي من الاي كوميرس ولا لا، غيخدم مثلا تحتهم. دابا الدوره فاش غتبغي تضغط عليك غايقول لك من راك تجيب الفلوس، فهمت؟ هذا هو راه هادشي اللي كيوقع، هادشي اللي كيوقع دابا في الاوروب. في الاوروب اي فلوس تدخلوا لابون كيديكلاراو لوزاره الماليه كيف ما كانوا، ومن بعد ملي كيجيو وزاره الماليه كتفرض دي زامبو على الناس اللي عايشين في الاوروب، كيشوفوا شنو عندهم، شنو دخلوا ديال الفلوس. دونك اللي بغى يتهرب ما خصوش يدخل، ما خصوش يدوز فلوسه لابون. وهذه مساله كيما قلتي، بقى يديرهم في المخده، يديرهم في المخده، راه هادشي اللي كاين. المهم زيد تفضل نرد نكمل. شيبينغ في المغرب، شيبينغ في المغرب كيما قلت لك دابا حاليا، حتى شيبينغ في المغرب يعني حتى هو راه تشالنج بالنسبه لك انت، يعني بالنسبه للناس اللي يقدروا في الايكوميرس في المغرب. يعني باش تلقى واحد سورس فيابل اللي يهز السلعه من عندك ويوصلها للكليان في واحد
يعني في واحد الوقت اللي هو نقدر نقولوا في 48 ساعة ولا في 24 ساعة يعني صعيب. دونك كاين بيان سور أمانة ما نظنش أنها تكون واحد السورس فيها ديال ليفغيزون ديالك باش تمشي بعيد يعني ودير واحد العدد ديال المبيعات محتار. دونك أمانة تبقى ديما يعني دايرة بيان سور أمانة راه هو اللي سيرفيس رقم واحد في المغرب ديال ليفغيزون باش نكونوا واضحين يعني راه حتى أمانة إلا درتي معاهم يعني درتي معاهم لابونمون ودخلتي يعني بالنوم ديال السوسيتي وهذا راه كيخدموا معاك مزيان. مي إلا كنتي خدام انديفيدويل يعني ليفغيزون ديالك راه تكون شوية معكلة. فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ دونك أمانة كما قلت لك هو السيرفيس الوحيد تقريبا اللي محتكر يعني اللي بغيت شي بي في المغرب. الثمن ديالو غالي فريمون سي زايد واحد شوية في الثمن يعني 58 درهم راه يعني كليفري بيها أربعة يعني كليفري بيها أربعة ثلاثة يعني ديال المبيعات يعني كليفري ب 58 درهم. دونك كما قلنا غالية هذا من لي زانكونفينيون ديالها. 150 درهم من كيلو حتى ل 5 ايام لا قلت لك زعما في لي غيزون ديالها في غرون فيل تقدر 150 درهم اللي دير بها 4 كيلو وي زعما في امانه كتخلص 150 درهم من كيلو حتى ل 5 كيلو ولا شحال؟ وي حتى ل 5 كيلو. دونك هذا كما قلنا الكونفينيون الاول هي انها غاليه. الكونفينيون الثاني هي السويفي ما كاينش مع لي كليون. دونك انت كتصيفط الامانه وملي توصل يعني ملي توصل عند السيد يعني في ديك المدينه ديالو ولا ديك خصها عاوتاني تعيط للسيد تقول ليه راه وصلت الكولي امانه وسي عافاك جيبها وتصيفطي الكود يعني وعاد تكوبي الكود من عندك وكتصيفط يعني كاين واحد الصداع راس يعني كاين واحد الصداع راس. وبيان سور هادي لافاز الاولى. لافاز الثانيه هي اللي كيتقنع مثلا كيتقنع ليك الكليان وكيبغي يمشي يجيبها من عند امانه كتعطيه الكود باش كيمشي يبغي يجيبها من عند امانه كيدخل كيلقى السوق فهمتي كيلقى قدامه واحد 50 30 واحد جو سي با كاين دي كونفيد يعني بحال كازا اللي تمشي شي امانه اللي في شي حي اللي هذا راه غادي تقدر تلقى حتى ثانيه قدامك يعني الناس غادي تعزمو يعني راه سي بوسيبل. دونك اللي كيشوف راسو غادي يبيع نص النهار باش ياخذ يعني داك الكوي ديالو شنو كيدير كيضطر انه يعني ما يعني يقدر يكون في الصباح بكري يكون تيخدم ما يبغيش يدوز الامانه كيبغي يدوز الوقت اللي مثلا يكون عندهم اخو في الخدمه ولا هذا يعني دونك كيدوز كيلقى مشاكل تما دونك كياخذ يعني كياخذ الكوي ديالو. دونك هذا حتى هو كونفينيون بالنسبه للامانه. كون كانوا يعني كيديروا غير السويفي وليفريزون ا دوميسيل راه مزيان. هما كيديروا ليفريزون ا دوميسيل مي ما عرفتش مرة كيديروها مرة لا يعني دي فوا حتى انا كنصيفط في امانة يعني دي في اللي بعاد ولا ترى كنصيفط فيهم في امانة يعني اللي ما نقدرش ندير فيهم ليفريزون كنصيفط في امانة دي فوا يعني ما دي فوا كيصيفطوا يعني كيكون داكشي ا دوميسيل دي فوا ما كيكونش. ست ايام جربتوها ست ايام ما كيديروش ليفريزون ا دوميسيل تو ما خصكش تاخذها من عندهم بالدبو خدمت معاه وخدمت معاه يعني سي تي ام وغزاله بالنسبه ليا انا ما كنديرهمش لي بغيت بحال مثلا غزاله خدامين معاهم كيوصلوا غير للمدور وعاد كيشدوا لي فور باش كيفرقوا ماشي شنو بغيت نقول لك. دابا بحال مثلا غزاله دايره مع ابونمون كتاخذ يعني كولي ديالنا ملي كنقولوا كولي كنقولوا يعني فيش كبيره فيها بزاف من الكولي وسطا يعني كتصيفط عاد هما ما كيديروش بيان سور لي بلازون ما كيمشيوش عند كل واحد من دارو يعني يقدروا يديروها معاك ولكن حتى هما عندهم شويه داك الشيء من بعد. دونك حنا خدامين معاهم غير يعني باش كنوصلوا السلعه من بلاصه لبلاصه. دونك تنظن سي تي ام ولا غزالة ولا نابورت يعني ماشي حل يعني ماشي سوليسيون يعني بور مو يعني سولو ليكسبيريونس ديالي ماشي سوليسيون. السوليسيون هي يعني تحاول في الاول ديباني بامانه صبر يعني داكشي ديالهم صبر لكاع هاد لي كونفينيون بيان سور واخا كاين دي كونفينيون بزاف مع امانه راه كاين شويه ديال لي زافونتاج بحال مثلا يعني الثقه كونفيونس يعني السلعه ديالك كتمشي وانت مامن يعني تمشي وترجع ما كاينش مشكل دونك السلعه ديالك مامنه في امانه دونك يعني سيرفيس ناسيونال وهذا.
طيب كاين كونت رومبورسمون يعني كيدوز داكشي الكونت ديالك ملي كتكليك على داكشي اللي كيدوز ايميدياتمون الكونت ديالك الداري يعني كاين واحد لا ليزون ما بين امانه والكونت الداري اللي هذا كيتعتبر حتى هو افونتاج شحال الوقت كياخد مي واخا تكون كان ديزافونتاج ما كاتمش سينور دين شحال الوقت باش كيرجعوا لك الفلوس للكونت ديالك امانه صراحه ما كذبش عليك انا شحال هذه ما جاتنيش شي حاجه كنظن في اقل من 24 ساعه اللي كنت سولتهم كانوا قالوا لي فاش كتوصل السلعه للسيد ويعطيهم الفلوس كتجلس واحد مينيموم 48 ساعه لا لا اقل من 24 ساعه كتكتبها في الكونت الا ما بانتش ايميدياتمون يعني الا ما بانتش ايميدياتمون كتاخذ يعني 24 ساعه انا بوسيبل اكسبيريونس ديال ما عمرها حتى 24 ساعه دونك راهم بدلو زادو في اميليورو سيرفيس دونك فوالا كيما قلت لك واخا هاد الايجابيات ديال الامانه يعني واخا هاد ليزافونتاج ما كاينش باش يعني يكون واحد السيرفيس يعني اللي فيابل وتبني عليه يعني البيزنس ديالك وتبني عليه ليفريزون ديالك ما كاينش وعاد يعني ناهيك على ملي كتدخل كدير السي في ديال ليكولي ولا كدير التراكين يعني خصك ديرهم كتبقى الجيتوي تايم اوت ايرور يعني كتبقى السيرفر ديالهم طايح يعني كتدخل لك لي كود ديال الامانه باش دير السي في يعني ما كتلقاش فين كتبقى يعني غير هادشي كيما تنقول غير كتعيط للكليان كتقول ليه سير جيب الكود ديالك وانت ما عارفش واش يعني وصلات ولا ما وصلاتش ولا دونك كاين بزاف ديال ليزانكونفينيون مع امانه واخا كيبقى يعني السيرفيس اللي محتكر هو اللي كيوصل يعني للمغرب كامل دونك فوالا كيما قلت لكم في الاول راه ديال سو كتصبر يعني كتخدم مع امانه و جوست ابخي راه كدير كتحاول ما امكن يعني من دير لي بريزون ديالك بيان سور ملي ما دير لي بريزون ديالك تكون عندك اونتربريز باش تتفادى يعني كاع المشاكل اللي يقدروا يوقعوا لك يعني في المغرب راه تعليم قبيله السي محمد بحال مثلا ابسط حاجه كاع يعني سولت شي واحد من السلطه ولا شي حاجه يقول لك يعني هاد السلعه كتبيعها يعني بصفه ديال شنو يعني يعطينا الاوراق ديالك شي قانوني يعني باش كتبيع ولا هذا يعني حبس يعني المطور ديالك ولا هذا ما تصيبش باش غادي دونك فوالا دونك ما تفكر دير لي فريزون ديالك بيان سور تقدر دير لي فريزون في مدينتك بصون انتربريز بحال مثلا الدراري ديال كازا راه عندهم قضيه مزيان كازا ديجا يعني ستا مارشي كبير يعني كازا بوحدها كنعرف يعني الدراري نسوا عندي في الفورماسيون يعني في الجروب ولا هذا يعني خدامين غير على كازا بوحدها ولا سي ديجا يعني كافية كازا ندور الكبار صراحة كاملين يعني ميم فاس اكادير مراكش طونجي يعني كاملين غير مدينة وحدة يعني الناس ديالهم راه كافية يعني مدينة وحدة إلا قطر البيزوان ديالها بيان سور طالب واحد 20% ديال البيزوان ديالها ماشي حتى البيزوان كامل الوغ بالنسبه للناس اللي خدامين اللي بغاو يخدموا الاي كوميرس لوكال وهما كاينين في المدن بحال مثلا من وجده غيخدم الاي كوميرس لوكال لكازا كاينه بوسيبيليتي دونك في كازا راه كاينين هذوك لي سوسيتي صغار ديال لا ليفريزون عندهم ماتر كيليفريو لك لي زادريس اللي بغيت واحد لو بري اللي هو ريزونابل بحال هنا في وجده عندنا واحد لا سوسيتي سميتها تسخر لي هادو تعطيهم اي حاجه بغيت تجيب ساندويتش تعيط ليه في الليل يمشي يجيب لك ساندويتش من السماك اللي بغيت نتا ويوصلوا لك حتى للدار هذاك واحد البري اللي هو ريزون يعني بري مزيان الا انت ما فيك اللي يمشي جات بغيت شي حاجه يجيبها لك من نامبورت كيلون بلاس مون فوجده يجيبها لك عندك في الدار ما كانش اشكال بحال هاد السيرفيس هادو تقدر تستغلهم مزيان تكون انت عندك ديجا واحد لو شيفر كديرو شاك جور تقدر دير ان نوفو جروبي سا فيدير صافي دير مثلا عندك واحد الكولي غنمشي لكازا فيه 20 كوموند مثلا غيتجمع في صندوق واحد خصو الا كان برودوي ماشي ثقيل وكتخلص عليه اون فوا بور توت مثلا 70 ولا 80 درهم وهو فيه 10 ولا 20 كوموند وهذاك السيد هو اللي غيتكلف يمشي ريكوبيري هذيك لا كوموند ويدير لا ليفريزون ا دوميسيل موينو مثلا غيقول لك انا حسب لي زون اونتر 15 اي 20 درهم لا ليفريزون اللي كدير لو كالكول ديالك جلوبال تلقى بانه لو كو غيهبط اوتوماتيكمون لا ليفريزون كدار رابيدمون في الوقت لان هاد لي نوفيل سوسيتي كيخدموا على كاليتي ديال لي سيرفيس وكيخدموا على مارك ليماج دو مارك ديالهم انا عطيتك هاد ليكزومبل ديال وجده حيت كنعرف اون بيرسون الدري مول لا سوسيتي اي لي بري اسيني دي كونترا مع لي سوسيتي اللي خدامين في الاي كوميرس لوكال
باش الا كان عندهم دي زونفوا هنا في وجده يمشي هو ريكيبيري لا مارشونديز من عند سي تي ام ولا شوف فين بغيت تصيفطها ليه ويدير لك لا ليفريزون لكاع لي زادريس اللي بغيت هنا في وجده يقدر يحسب لك عن طريق فيكس بالنسبه لا ليفريزون في نابورت او في وجده. هاد المساله كتقدر تعاون وتحل المشكل وهاد لي سوسيتي راهم موجودين كاين في كازا سي سيغ ما نتكلموش عليها كاينين في الرباط لي غروند فيل 100% غادي تلقى دي بتيت سوسيتي عندهم دي موتور وكيليفريو ليفريو لك بارتو فين بغيت حيت امانه فريمون سي ان بروبليم ما يمكنش ماشي معقول انك تخلص لي سيرفيس غالي وفي الاخر ما يديرولكش غير ليفريزون ا دوميسيل سي با بوسيبل هاد القضيه هادي تحماق انت شنو غدير تبقى انت مقابلهم وكما قلت تقلب في التراكين تلقى السيرفر طايح دير التراكين ما يعطيكش واخا انا ما عمرو ما نكذبش عليك السي نورتين زعما في امانه ملي كان تراكي شي حاجه ولا كنلقاها يعني سيرتو الا كنت مكومونديها ليا ما عمر لقيت هذا المشكل ديال السيرفر طايح وكيوصلوا لي حتى للدار سوف كو انا ملي كنكون ساين شي حاجه ما نبغيش نستناهم حتى يجيبوها للدار كنمشي نديها عليهم غير نشوف التراكين اللي دخلت لوجده كنمشي نجري عندهم الامانه ونجيبها انا علاش غنزيد نستناها 4 ولا 10 السوايع كنمشي نجيبها شكرا راني كنزينها بار كونتر بالنسبه للناس اللي خدامين لا كاينه القضيه بزاف سير شو 2 و3 ولا 4 يعني السيرفر ديال امانه كيطيح يعني ما كيسخف شو هاد كيتكلم على سبيد بوكس شنو هي هادي سبيد بوكس حنايا واحد الاخ كيتكلم على سبيد بوكس قال لك حتى هي مزيانه يونس سبيد بوكس صراحه انا كنخدم ب 17 17 تراك كنخدم يعني واحد الخدمه بروفيسيونيل بيك المهم ما عليناش هضرتي على لي سوسيتي صغار ديال لي فريزون وي صراحه هذا الشيء اللي قلتي سي فري كاين غير هو كيبقى المشكل ديال كيبقى المشكل ديال الثقه كونفونس جوستومون لحقاش انا دابا ديجا مع واحد السوسيتي في المحاكم ديجا انا معاها في المحكمه دابا يعني باقي عندهم شي حاجه ديالي ما تخلصاتش يعني بغيت يخلصوني في واحد المونطون كبير يعني وصلت معاهم كنت كنليفري معاهم واحد الميت تيكيت برودكت يعني واحد دي برودكت ديال 3000 4000 ديرا درت معاهم واحد الشيخ مي ما بغاوش يعني مشيت عندهم حتى البيرو يعني تهرب عليا الديريكتور ديالهم اكسترا اكسترا دونك صدفة تلاقيت مع واحد الدري حتى هو نفس المشكل يعني شفت معاهم واحد الشيخ ما بغاوش يعطيوه يعني لحقاش انا ما بغيتش ندير لي بغيزون ديالي تما لحقاش لي برودوي يعني كبار يعني اون بو دير يعني لي جون يعني لي جون دي لي فوازون دونك كبار ما يمكنش انا ما كنتش يعني انا صراحه لي بغيزون ديالي مخصصه في يعني في الحجم الصغير دونك الحجم الكبير ما كنبقاش كيفاش ندير ليه دونك استعنت بديك سوسيتي مي وقع ليا معاها مشكل اللي هو خلاص يعني دابا الان يعني باقي ما بغاوش يخلصوا مي يعني كاين القانون يعني كاين القانون في البلاد وكل شيء عندي يعني قانوني عندي لي بون ديالي فيهم الكاشي يعني ديالهم هما المسائل يعني كل شيء عندي قانوني يعني ودرنا عليهم دعوة أنا والسيد جيت لقيتو كيما قلت لك باغ هازار حتى هو طرالي في المشكل دابا يعني كنطلبو كثر يعني كنطلبو كثر من داكشي اللي بعدنا معاهم يعني كنطلبو حتى داك الوقت اللي ضيعو لينا حتى يعني كنطلبو شي طوب يعني يعوضونا على هاد المسائل دونك كيما قلت لك دوك لي فريزون صغار دوك لي سوسيتي فريزون صغار ديما يعني خدم معاهم ودير دير اتونسيون ما تخليش يعني تسيفري معاهم بزاف اي فوا تشوفي معاهم غير واحد 900 ولا 400 ولا هكا يعني يسخهم باش يخلصوا يعني ديما خصك دير معاهم اتونسيون تشوفي معاهم شحال ما شوفي في الاول شوف بلا بغيت يخلصوك انا فريمون في الاول كانوا كيخلصوني مي ابخي مي داكشي كيطلع يعني ما بداو كيتعطلوا دونك انت في الاول حاول تتفادى هاد المشكل اللي تحت فيه انا يعني هاد التجربه اللي تسنى حاول يعني تستافد منها و يعني ما تعودش عليهم 100% في لي فريزون ديالك والثقة الثقة هي كل شيء يعني ديما تريح مع الديريكتور ديال السوسيتي تعرف عليه مزيان يعني شوف واش كونفيونس ولا لا واش يقدر يدير معاك شي حاجة ولا لا يعني طاقة الهضرة ديالو وداك الشيء عاد بدا تخدم يعني أنا كنهضر هنا أنا هنا كنهضر ملي كتشيفري يعني كنهضر هنا على الدراري اللي كيشيفرو في الإي كوميرس الدراري يعني اللي كيشيفرو مزيان أما يعني الدراري عاد بعدين راه يعني نهاية صيفطة معاهم تيستيو ممكن يكون مشكل اما الا كنتي كتخرج يعني داكشي بزاف وهذا يعني ما نصحكش بها فوالا دونك ندوزو نهضرو شويه على السيو ساي سالينا مع الشيبين ياك
لو بونس طرقنا داك الشيء يعني تبقى امانه وصافي ما عندناش البديل. كاين بديل، كاين بديل اللي هو كما قلت لك بديل هو انك دير المسائل ديالك. لا صعيب صعيب باش دير في الماروك كله يعني خاص تكون فريمون. لا ماشي في الماروك كله بيان سور لي كرون فيل، ما يمكنش دير انت الماروك كله. راه ميم في لي كرون فيل باغي كازا باش تكوفري كازا بشي حاجه ديالك خاصك دير اون سوسيتي سبيسيالمون هاد الشيء ديال لا ليفريزون. سي با ما سي با فاسيل، راه القضيه صعيبه بزاف. وي كوميرس مبريل صراحه ما ساهلش، ماشي صراحه في الاول، في الاول يعني كاين كيكون واحد دي تشالنج راه يعني ديجا عطات عليهم كيكون دي تشالنج بزاف، دونك الا تخطيت دوك لي تشالنج راك واحد يعني 80% يعني تخطيتي ديماريتي يعني كما كنقولوا ستيل 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 نكست ليفل. دونك صعبات الاول هما اللي قاسيين شويه هاد لي فريزون دي روتو سوا فيسبوك خاصهم كيكون الدراري ما كيعرفوش يديروا مزيان كيبقى ياكل ليهم. دونك هادوك الديماراج الاول هو اللي هو اللي صعيب شويه. الو بالنسبه لاي اس دي تي ام وماروك اكسبريس هادو هما ما كيديروش لا ليفريزون عندهم مثلا دونك لا ما كيديروش لا ليفريزون عندهم مثلا جو بونس سي تي ام بدات كديرها مي في دي في ماشي في المغرب كامل. وي في شرب عاد ندوم قالوا خمسه في دير لي فيزون على الناس اللي كيوصلوا للناس. انا سبق لي تعاملت مع السي تي ام في دي زونفوا بيرسونيل كنمشي نجيب عليهم ما نخليش حتى وقت عندهم نمشي غير نعرف بانه البرودوي يوصل نمشي ناخذ حتى نبقى سير مربع السوايع باش يوصلوا عندي ولا خمسه قراب. دونك كاش الاشكال ديال الزحاوي رئيس دي تي ام باغي رئيس دي تي ام ما يوصلوش للدار رئيس دي تي ام في ناسوسيتو ما كيجيبوا لناش لي كودي للشركه خصنا نمشيو نريكيبيروهم حنا. كاين هاد السوسيتي اللي كتعمل كاين واحد السوسيتي سميتها بولمان، بولمان هادو هما كاينين في المغرب كله باتيكمون مي كيتعاملوا مع الشركات اسونسيالمون. زعما انا ما عرفتش واش يتعاملوا مع لي بيرسون بيرسون الاشخاص العاديين اللي يجي ليفروهم للدار، مي الشركات كيليفروهم ادوميسيل كيليفروهم حتى للبيت ديال الشركه. هادو بولمان سينو ما عرفت كان شي حاجه اخرى والله يعني. زعما بيرسونيلمون ما نظنش من غير امانه اللي كيليفريو فريمون كيليفريو في الدار يعيطوا لك في التليفون ويجيبوا لك الكولي ديالك وداك الشيء واش عندهم حال وحوار ما عرفتش ما كيليفريو. انا نظن السي نور الدين زعما امانه كيوصلوا حتى للدار. هاد القضيه ديال هاد القضيه اللي تكلمت عليها انت ما عرفتش جاتني بيزار شويه بالنسبه لشكل الكروند فيل عندهم هاد الاشكال ولا ما عرفتش. لا ما كاينش غير الدراري كتبوا لك في الكومونتير يعني راه الدراري ديجا عندي في الجروب ديما كيتشكاو يعني من امانه الله الله ما عمر لقيت معاهم هذا المشكل. يلا مؤخرا كان جاتني شي حاجه من فرنسا تصيفط من الله فرونس وصلت عادي سون بروبليم يعني جابوها لي حتى للدار عاد عيطت لي في التليفون وخرجت عندي. مي بون ما عرفتش الدي اش في المغرب ما كايناش الدي اش كتخدم على ترونجي وخاطر هذا كيسمى ارامكس ارامكس ديجا بامان يعني ارامكس كتخدم المغرب كنقولوا تمام كتخدم غير في المغرب ارامكس كتخدم في الناسيونال وي كتخدم في المغرب داكو ارامكس هما كيليفروك ادوميسيل مزيانين. لا مزيان ارامكس غير هما المهم غاليين داون سايت بلا ما نهضروا عليهم بزاف غاليين. الو غاليين ارامكس ماشي كيسون غاليين كيسون تعطال تعطال بالفلوس الرومبورسومون. الرومبورسومون وي داكو الرومبورسومون صافي سيد يعني معايا في الفورماسيون راه تقريبا وصل تقريبا كان جوغ اموا باقي ما دوزو ليه والو اوه بزاف بزاف. دونك اي واي هضرنا على الفيسبوك ادز ماشي بوحد الفيسبوك ادز اللي كاين يعني كاين كاتب واحد لارتيكل على السيو بالنسبه للدراري اللي ما قراوش يعني رجع قراو لارتيكل اللي كاتب على السيو يعني واحد لارتيكل فريمون سيك يعني عامر بزاف دي زانفو نور الدين. باسكو تكلمت على هادشي اللي كتكتبو كتب لوح البيان ديال الجروب ديال الجروب ديالك لوح باش نسير دابا انا نكتب وي غنفيكسي دابا دونك تقدر تقول لي راه تريفاني دي شارجا المهم
التليفون مابقالي والو واحد المهم شي شويه. المهم حنا كنهضروا على ديسارجر سيو افوار ايكوم واريورز ايكوم واريورز مور سبان فيكسي ديبند لي كومونتير سي بون. السميه ديال الجروب ايكوم واريورز موروكو صافي قلبوا على هذا الجروب هذا ودخلوا ليه غادي تلقاو ديال لايف ديال نوت دين تلقاو ديال السوجي اللي كتب هو اون باراليل لا فورماسيون اللي كيدير في على هاد الدومين هذا ديال ايكوم ماروكو ايكوم في اللوكال في المغرب. عندي اون فورماسيون تدخلوا للجروب باش تشوفوا دوك واي ساجي داكو داك الوقت تواصلوا مع نوت دين مباشره. نوت دين نتكلموا على السيو شنو باقي هو اللي داير نيفولي السيو صافي نهضروا على السي او ونشوفوا شي نصائح وهذا. يلا سير على الله تفضل. دو كونسا ديجا يعني قلنا كلشي وي تفضل نوض قول السي او. دونك السي او السي اللي كيسمع اول مره ديجا يعني سينو سيرش انجن يعني اوبتيمايزيشن يعني ريفيرونسمون ناتشورال اللي كيدير في موتور دو ريشيرش. بيان سور حنا دابا كنستهدفو جوجل يعني في لوكا ديالنا اون طونك يعني لو بي خدامين يعني اللي خدامين عليه كيخدمو جوجل يعني كرقم واحد يعني كاين حتى بينك يعني ملي خدام في الكوميرس انترناسيونال يعني كاين حتى يعني بينك بوردو كيخدم لي سي ديال بينك يعني ديجا انا خدام فيه في ديستور يعني على برا دونك خدام ليه تقريبا بينك ولكن جبت يعني اورجانيك سيلز في برا دونك كنخدم على جوجل. جوجل سي ديجا بوغ موا يعني ساتيوري يعني كنخدم شي حاجه جديده كنستهدف يعني الناس ديال ويندوز فونز يعني كما كتعرفوا يعني الموتور دو ريشيرش باغ ديفو اللي كاين في ويندوز فون هو بينك يمكن حتى في بليزيوغ يعني ديفايسز ماشي غير في ويندوز فون. المهم ما علينا هذا موضوع جانبي. بالنسبه للسيو في المغرب يعني كما كيتخدم في السيو يعني انترناسيونال كيتخدم حتى في المغرب غير في المغرب يعني كيتخدم داك الشيء بازيك ماشي افونسي بزاف بحال يعني الانترناسيونال. بالنسبه للسيو في المغرب يكفي فقط انك تخدم يعني اون بيج او اوف بيج سيو يعني بارك عليك بلا ما تحتاج يعني تعقد راسك مع الرانك برين ولا المسائل الاخرى دونك خدم غير داك الشيء يعني بازيك. مثلا بالنسبه للاون بيج يعني نخدموا على البيج تايتلز نخدموا على البروداكت تايتلز يعني ملي نديرو ليستين ديال البروداكت شحال نركزو نحاولو نديرو مثلا السمية ديال البروداكت هي الأولى عاد مثلا شي حوايج أخرين كون سا يعني كنركزو شوية ريفيرونس مو نحاولو نديرو ديسكريبشن يعني فيه الكيوردز بيان سور الكيوردز يكون في التايتل ديال البروداكت بيج يكون في الايميج يكون في الديسكريبشن يكون في واحد الدنسيتي يعني عالية شوية يكون كل واحد 4-5 مرات دونك هذا الكيورد يعني برانسيبال اللي هو يعني السميه ديال البرودكت. بيان سور يو ار ال ستراكشر يعني يو ار ال ستراكشر تاعي تكون مزيانه كون مثلا السميه ديال الستور بيان سور دو بريفيرونس يكون بوان ام ا سلاش يعني برودكت سلاش يعني ديال رقم السميه ديال البرودكت يعني كون صار هذا هو اللي ديال بور موا الا بغيتي يعني بريفيرونس مزيان هذا. وكما قلنا الايميج سيو ايميج سيو يعني ضروري حتى هي دير ليها الديسكريبسيون ديالها داك الارت ديال الايميج حتى هو يكون فيه السميه ديال البروداكت كومسا يعني كان بحال كنعزو يعني كنزيدو في التشانسز باش البريفيرونس يعني في جوجل يعني حتى جوجل ايماج راه هو ما ساهلش يعني كيجيب اورجانيك ترافيك كاين جوجل ويب وجوجل ايماج بيان سور كيتخدمو بجوج ملي كتخدم نتا ليماج وكدير المسائل يعني اللي خصها دار راه كيطلع جوجل ايماج ديال المغرب و جوجل ويب و ميم با دونك كتسيبلي يعني لي دو ديما وتخرج هاد ليماج و تخرج هادا بما يخص يعني الهوم بيج سي و لا بغيت دير الانترنال يعني لينكين حتى هو مزيان يعني تلكين الباج الباسكو يعني حتى هو مزيان كيعاون حتى هو في السيو يعني سيو لوكال بيان سور كيما قلت لكم سيو لوكال راه سي فاسيل على سيو يعني انترناسيونال يعني بحال مثلا غتخدم سيو ستور في لا فرونس ولا في كندا ماشي هو غتخدمو في المغرب دونك كاين فرق كبير في يعني في الرانك ديفيكولتي.
هذا قال لي بقى 10% هنا في الشهر. دونك دونك نديرو واحد 7 مينيت داكو ولا 10 مينيت، ندير واحد 10 مينيت نحاولو نكملو في هادشي اللي بقى في السيو ونعطيو دي كونساي للدراري ونقدرو نشوفو ان شاء الله في لايف داكو ان شاء الله. سي بون يلا تفضل. دونك كما هضرنا على الاون بيج، دابا نكملو نهضرو على الاوف بيج. بالنسبه للاوف بيج فيه الرايتين كونتنت اباوت البرودكت، يعني تكتب ارتيكل على البرودكت اللي انت يعني خدام عليه، كنتي خدام على وان سينجل برودكت، يعني خدام غير برودوي واحد ميتريزيه، دير ليه السيلز بيج ديالو، دير ليه المزايد، يعني هذه حاجه مزيانه، يعني تسوق البرودكت ديالك يعني بالكونتنت ماركتينغ، يعني تحاول دير ليه دي ريفيو، يعني في الخسيت ولا في مجلات اخباريه ولا هذا. كان مثلا عندك برودكت ديال الكيتشن، تحاول دير تكتب شي ارتيكل على داك البرودكت، يعني في شي سيت عنده علاقه بالمطبخ يعني في المغرب. كان البرودكت ديالك يعني على لا تكنولوجي، يعني غتحاول تكتب شي ارتيكل يعني طويل، مينيموم 500 مو، يعني في شي سيت اللي هو يكون هاي شويه، يكون هاي اوثوريتي، عنده يعني واحد البريزونس في جوجل، يعني تكتب ارتيكل في داك السيت يكون طويل شويه، ودير ليه يعني دير ليه الباك لينكس، يعني الستور ديالك. هادي يعني فريمون سي افيكاس، يعني في السيو لوكال ديال المغرب، يعني كتعطي واحد ديفي كبير بزاف، يعني غير دورون كيلكو سيمين ولا كيلكو جو كتلقى يعني كتلقى الستور ديالك نقص من الباج، يعني سانكيام باج كتلقاه نقص دوزيام باج ولا البرومييير باج، يعني دونك كيما قلنا الكونتنت رايتينغ كونتنت يعني حتى هو يعني مهم جدا. عندنا الانفلونسرز اوت ريتش، هادي يعني الاخوان، هادي افيكاس بزاف بزاف بزاف، سيتو اللي كنتي غديرها في الانستغرام، يعني فريمون الانفلونسرز اوت ريتش خدام مزيان في المغرب. يعني شوف شي واحد بنت مثلا ولا شي واحد كيدير سبور ولا المهم ما كنتش كنتيش ديال بحال مثلا الا كان مش ديالك مثلا على يعني الملابس الرياضيه ولا شي برودوي، يعني شي كومبليمونتير ولا شي واي ولا شي حاجه، يعني كتشوف شي واحد شي فيتنس موديل يعني في انستغرام مغربي ولا فيتنس موديل مغربيه، يعني كتكونتاكتيهم وكدير معاهم بورسونتاج افيلياسيون، كتقول لهم مثلا اولا كيما كيسميهم رويالتيز، كدير معاهم واحد البورسونتاج على كل ما بيع كدار، ولا يعني كتخلصهم على ثمن الاعلان، يعني كتصاوب كتفاهم معاهم كتنيغوسي معاهم على شي ثمن معين باش يديرو ليك ستوري في انستغرام، ولا يديرو ليك مثلا شي بوست كتخلصهم على هذاك البوست. يعني الانفلونسرز اوتريش خدام مزيان يعني في المغرب، حتى هو كيتعتبر من الاوف بيج سيو، كيتعتبر يعني اوف بيج وي، كيتعتبر الاوف بيج سيو يعني افيكاس. انا كتب ليا هادي يعني لا ميثود لا افيكاس اللي كاينه في الاوف بيج سيو في المغرب دابا حاليا. والثانيه اللي كتجي من موراها كيجي الفيديوز سيو او لا يوتيوب، يعني سي تخدم يعني ريفيرونسمون ديال لي فيديو في يوتيوب، يعني تحاول تشوف البروداكت السميه ديالو وتحاول تطلع فيه في يوتيوب، يعني طلع بالفيديو ديالك، بيان سور دير ريفيو على الفيديو، يكون مينيموم ديال واحد 15 مينوت ولا 10 مينوت، يعني هادي فهمتي ذا وورست ثينغ هي 10 مينوت، يعني مخصوص يكون قل من 10 مينوت، دير ريفيو على البروداكت، حاول تشرحو مزيان، تشرح يعني لي زيفي ديالو ولي غيزيطا لي دار يعني الناس، ولا استعملتي يعني لي سيزاسيون ديالو كيفاش تستعملو المسائل، يعني كتشرحو كتحطو في يوتيوب، كتبقى دي تا هو يعني التايتلز ديالو ديسكريبسيون التاكس المسائل، يعني كتقادو مزيان باش يتريفيرونس حتى هو. دونك بالنسبة للأوف بيج سيو، بالنسبة للسيو لوكال، أنا يعني سيرو إكسبيريونس ديالي جو بونس تقريبا انا من الاولين باش ما عرفتش واش غلط ولا لا، اللي خدمت يعني الاوف بيج سي في المغرب بهاد لي ميثود هادو، اللي هما بيان سور الانفلونسرز اوتريتش والفيديو ويعني يوتيوب سي او وحتى الكونتنت رايتين. دونك هذا هو اللي كان يعني في الاوف بيج سي او. جو بونس يعني كاين ما عرفتش واش ديجا يعني الدراري يسمعوا هادشي من قبل ولا اول مره كيسمعوه،
يعني في الاي كوميرس يعني الاي كوم لوكال. جاوبوا يلا جاوبوا. جو سوي السير اول مره كيسمع. بالنسبه للسيو زعما راه من غير الناس اللي كيخدموا السيو اون جينيرال مولفين راه ماشي سهل بالنسبه للناس انهم يسوريونطاو السيو. الاغلبيه اليوم راه متبعين لا طوندونس كيعطوا الفلوس للفيسبوك كيزيدوا الماركت في العاقه. هادشي اللي كاين صراحه الفلوس للفيسبوك وما تجيبش ريزلت. هادي يعني اخيب حاجه تقريبا كاينه. واحسن حاجه كاينه هي تانفيستي في السيو وتبقى تجيب الاورجانيك سيلز. هادي صراحة ليدكي في الايكوم لوكال هو اللي كيدير هاد القضية هادي. يعني كي انفيستي في السيو لحقاش فريمون السيو كيبان ليا احسن انفيستيت ممكن في الانترنت. لان الناس اللي سي لا كونتينيتي السيو هو لا كونتينيتي. الادز ما حدك كتحط الفلوس راه خدام اون فوا كتحبس كيحبس. حاجه اللي مهمه بزاف تكلمت عليها نعاود نرجع لها هو القضيه ديال الريفيو اللي ولا نسميوها التست ديال البروداكت. يعني كما نقولوا المراجعه كما كنقولها باللغه العربيه هي المراجعه ديال البرودوي. الا كان البروداكت عندك طبيعه الحال راه عندك تفريق خدام في اللوكال خدم ان فيديو تكون زوينه. شوفوا لي فيديو اللي كيداروا ديال لي برودوي وبينوا لي بوين تري انتريسون وحاولوا انكم تبينوا داكشي مزيان. ديروا دي تيست بالدارجه فهمتوني وخدموا دي فيديو يكونوا زوينين ولوحوهم في اليوتيوب وصرفوا عليهم. هذوك الفلوس اللي كتعطيهم الادز الفيسبوك ادز دير بهم لا بوبليسيتي في اليوتيوب وغتارجيتي بهم غير المغاربه داكوغ باسكو انت لوبجيكتيف ديالك تبيع المغاربه. تارجيتي المغاربه كيولي لا فيديو تطلع في لا بوبليسيتي. الناس اللي داخلين اليوتيوب تبان لهم لا بوبليسيتي كما كتشوفوا نتوما البوبليسيتي اللي طالعين ويقدر يتحرك يقدر يمشي فيرال حتى هو يبدا كينتشر رابيدمون. ما تبقاوش تعطوا الفلوس ديما للفيسبوك. راه الفيسبوك دي فوا ما كيعطيك حتى شي ريزولتا بالنسبه للتصرف بزاف وما كيعطيكش دي ريزولتا لما كنتش تعرف كيفاش دير. اليوتيوب الناس ملي كيدخلوا ليها عندهم استعداد انهم يتفرجوا في الفيديو ديال 10 دقائق كما قال نور الدين. اما الفيسبوك لا. فيسبوك الا ما كانت شي حاجه اللي تافهه راه قليل لي فيديو اللي كيدوزوا 10 دقائق ولا نص ساعه ولا ربع ساعه وتلقى الناس كيتفرجوا ليهم كاملين. راه ماشي ايفيدون ماشي ساهل. بار كونتر اليوتيوب مخدوم لهذا الشيء مخدوم باللي فيديو. قالوا الناس اللي كيدخلوا اليوتيوب عندهم واحد القابليه انهم يتفرجوا الفيديو واخا يكون طويل. دونك انفيستيو في اليوتيوب كما قال نور الدين. انفيستيو في السيو داكور. انفيستيو في الريفيو ديروا لي ريفيو ديال لي برودوي ديالكم ما كانش محسن. والدليل راه كتعيشوا نتوما كل مره بالنسبه للناس كتشوفوا دوك لي فيديو ديال 5 مينيت كرافت ولا دوك لي باج لي كبار اللي كاينين في فيسبوك اللي كيديروا دي تيست ديال دي برودوي وكيلوحوهم والناس يعجبوهم. تقدروا تخدموا بنفس لو ميم موديل تاخذوا شي برودوي شبه البرودوي ديالكم وشوفوا الطريقه باش خادمين هما الفيديو. خدموا نتوما فيديو بحالو ولوحوا اللين ديال الستور ديالكم باش الناس يعرفوا فين يلقاو البرودوي. زيد شي حاجه اخرى؟ جو بونس قلتي كلشي. ما هضرتيش على الكونتنت رايتين كيفاش يكتبوا الكيورد اللي يخشيو يعني في انتروديكسيون. مي داكشي سيو افونسي شويه يعني واخا كو بريفيرونس ديالو مي ماشي ضروري يعني واخا عندهم واحد البوتونسيال ديال الرانكينغ. دونك هادوك بوغ لي كونساي اللي كاينين. لي كونساي اللي كاينين هما الانفيستيسمون في السيو على لون تيرم. حقاش السيو غيخدم عليك من هنا يعني ما حدكو بالخدام غيبقى خدام عليك السيو فهمتي. و جو بونس انا جوجل احد الركائز يعني ديال الانترنت. دونك ما يمكنش جوجل الانترنت كاينه و جوجل يعني ما يكونش. دونك جو السيو يعني اتس ريليتد يعني تو جوجل. دونك كتانفيستي شي حاجه يعني اللي غاديه مع جوجل كما كنقولوا الويلز. دونك هادي هي الكونساي ديالي يعني ما تخسروش فلوس بزاف في فيسبوك ادز ما تعولوش عليه بزاف. راه فريمون فيسبوك ادز يعني راه ماشي هو البيزنس فهمتي. كاين شي حوايج يعني اللي كيستاهلوا الانفيستيسمون اكثر من الفيسبوك ادز. ما تحطوش فلوسكم كاملين في الفيسبوك ادز. انفيستيو شويه في سيو انفيستيو شويه في ستور كاستمايزيشن يعني قدو الستور ديالكم يكون موبايل فريندلي يكون خفيف يكون نقي من لي كود اللي كيكونوا زايدين. انا عارف يعني المغاربه بزاف كيديرساجيو دوك لي تيمز ولا الووكوميرس ولا
سوبر فاي كيكون كيكون نول يعني كيكون هما ديجا مدفوعين يعني في تيمبوريست ولا نامبورت وكاين اللي كيمشيو كيتيرشارجيوهم من دي سيت اخرين كيحطوهم تما اوتونكو زعما راه غاتيرشارجي غراتوي زعما راه قلتي داك مود تيم راه غاتيرشارجي التيم ديالو غراتوي مي مالوغوزمون داك التيم كتيرشارجي كيما كنقولو عامر كله ميل ويرز لا بالعربية عامر يعني غريت دوك تيم كيكون فريمون كيخرج لك على السيت كيخرج حتى على البيسي كاع يعني البيسي ديالك كيخرج عليه دونك هذا حاول تسري تيم المهم انا الصراحة ما حاول تخدمو غير تيم كاع يعني غراتوي يعني تيم فري خدمو به وكوستميزيو اللي بان شوية بروفيسيونيل مي بالنسبة للدراري اللي ما عندهمش بودجي يعني ياخذوا يعني تيم بروفيسيونيل ولا ملتي بيربس يعني يديروا بزاف ديال النيش يديروا مثلا في نيش دو سونتي نيش دي زاكسيسوار نيش دو فاشن يعني كما كنصح الدراري يعني بالنسبه للو كوميرس انا طبعا كنخدم بالو كوميرس مش حال هادي ديما يعني تخدموا بالتيم اللي هو كيتسمى ملتي بيربس يعني ملتي بيربس مينيموم يعني يكون سامبل ملتي بيربس يعني تقدر دير فيه اي نيش بغيتي وبيان سور السرعه يكون خفيف ويكون ديزاين ديالو سامبل وحتى تشيك اوت سبيس ديالو تكون يعني خفيف داكشي اللي كطلع في الجنب و سميتو الاوردر ناو يكون واضح يعني في عاد الاد تو كارت سوري تكون واضحه كبيره يعني في الجنب دو بريفيرونس يكون يعني دوك السوايع داك الوقت كيهبط لان ما يبقاش الوقت يعني الا تعطلتي باش كتزيد شويه في الكونفيرجن المهم هادو حوايج اخرين دونك هادو هما لي كونسيي نعطيكم في ستور بالنسبه للفيسبوك ادز راه ديجا يعني هضرت عليه ديطاييتو شنو الادز جونغ اللي خصكم تهضرو خصكم ديرو يعني في ايكوم لوكال بيان سور ايكوم لوكال راه ماشي بحال ايكوم انترناسيونال ايكوم انترناسيونال كيخدمو ليه بعض انواع ديال الادز يعني وفي المغرب كيخدمو يعني حوايج اخرين دونك راه و بليس الكومبورتمون داشا هو اللي كيحدد دونك هادشي اللي كاين الاخوان كنشكر اصبر اسي نورد المغرب غتهرب اصبر باقي لك واحد 5% في التليفون بالنسبه للناس شحال باقي 5% بالنسبه للناس اللي مهتمين عطيني هذيك ايفون كيشد شويه الصاج ماشي مشكل الو الناس اللي مهتمين بالكوميرس لوكال الناس اللي مهتمين بالايكوميرس لوكال هاد اللايف هذا راه ما يمكنش نتكلموا فيه على كلشي لي ديتاي نور الدين عنده انفورماسيون راه داير انفورماسيون بيونت فيديو افيك ان سيت كتسجلوا فيه وكيعطيكم لاكسي وكتشوفوا لي فيديو سور بلاس عنده الناس بزاف اللي مابونين وكيتبعوا لا فورماسيون ديالو اللي راه انتريسي ها هو لو بروفيل ديال نور الدين داكوغ لا باج ديال لو جروب راني حاطو راه مفيكسي في شنو سميتو في الكومونتير راه ايبانغلي دخلوا خذوا كوبيو لادريس ديال بلوتو السميه ديال الجروب قلبوا عليها في فيسبوك ودخلوا للجروب داكوغ راه تلقاو تما كيدوي على فورماسيون تبعوا لا فورماسيون ديالو اللي عنده الامكانيه ما يترددش كل ما خلصتوا على شي حاجه ديال الكاليتي راه غادي تاخذوا شي حاجه كل ما خلصتوها تاخذوا شي حاجه ديال الكاليتي نور الدين فوالا راه عطاكم هذا الشيء اللي عطاكم دابا غراتوي مي لا فورماسيون ديالو فيها بلوس دو ديتاي لان ما يمكنناش نديطايو الا نباتو هنا حنا ما عندنا ما يدار راه تعطاو لي بوين اسونسييل ننصحكم تشوفوا تبعوه تبعوا البروفيل ديالو راه كيبيبلي بزاف الحوايج باغي دخلوا للجروب ديالو وغادي يقبلكم كاملين ما كانش غادي يقول لي لا كاين شي تاع عمر يا اخي محمد عندك لا هو ضروري لا شوف انا ما نكذبش عليك نشوف شي حاجه اللي تفيد ما انا عارف انه كاين الشباب كيميزيو دونك نستعمل هذه الكلمه الدارجه ديالنا ما عندهمش اشكال انهم يخلصوا باش يتعلموا وهاد المنطقه الفورماسيون الهدف ديالها ماشي هو ربحي يعني لا بغض النظر لان دابا كنشوف انا كنشوف يعني اصلا الكونسيبت باش جات الفورماسيون هو اننا فهمتي نخدموا غير مع الناس اللي يعني بارطاجيو غير مع الناس اللي انتريسي فهمتي هذا هو الكونسيبت اما هي يعني ماشي كوميرسيال بزاف يعني ديك الفورماسيون وديجا يعني الناس راه داروا بها دي ريزيطا لي انور يعني راه كاين دراري يعني الفورماسيون داروا منها فهموا هذا دونك انا ننصح الدراري يشوفوا لا فورماسيون سيتولي ننصح الدراري يشوفوا لا فورماسيون
يدخلوا للجروب يكتشفوا داك الشيء ما غاديش ندموا باسكو لانفورماسيون اللي عندها قيمه ما كان حتى شي ما كان حتى شي اشكال انك تخلص عليها. واليوم تبارك الله انا كنشوف بانه ولاد اليوم ما بقاش عندهم داك التفكير البلدي القديم ديال ما نخلصش وكلشي باغي غراتوي. نو 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 الناس عاقت بانه بغيت لا كاليتي خاص تمشي تقلب عليها ولا كاليتي سا سوفون بغيت ولا كرهت حتى لا كاليتي سي ان برودوي اون فان كونت. اليوم لا كاليتي في لا فورماسيون سي ان برودوي. المهم انا نورونتيكم لعند نور الدين شوفوا معاه راه دابا عطاكم واحد دي زانفورماسيون غراتويت يعني غراتويت مون بروبومون دي تكلم لكم على الدومين واخا ما كانش عندنا الوقت باش نعطيو دي ديتاي كثار من هذا الشيء هذا ولكن شوفوا معاه شوفوا معاه ان شاء الله وغادي تستافدوا بزاف بالنسبه للناس اللي مهتمين في اللوكال لان باقي ما يدار في اللوكال كاين ما يدار في اللوكال سي ان دومين اللي باقي جديد وليفولوسيون ديال الاي كوميرس في المغرب راه زايده زايده وكتكبر دونك ما تضيعوش هذه الفرصه هذه شنو نقول لكم تبارك الله عليكم سي نور الدين تقطع نور الدين كتسمعني صافي نور الدين ديكونيكت مشى فات التليفون فوالا دونك سميتكم بغيت نشكر نور الدين بزاف على هاد بغيت نشكركم بزاف على هاد نشكر نور الدين على هاد الوقت اللي عطانا وخوت كاملين اللي بقاو كونيكتين حتى هاد الوقت هادي تبارك الله كنا بدينا ب 300 وصلنا حتى ل 220 وبقى لي مومبر فيكس تبارك الله عليكم سي امبورطون زعما مزيان مزيان كتشوف هكا الناس يدوزو هاد الوقت هذا عرفت دي فاني جديد شفتو مات شكرا نور الدين بارك الله فيك شكرا بزاف على الوقت اللي عطيتو لي جون والمعلومات اللي دوز ليهم ان شاء الله فرصه اخرى نعاود نديرو انطر لايف في الكوبا ونتكلموا هذيك بلوس لي ديتاي ربما اللايف غيبقى مسجل ما عنديش اشكال انا غادي نخليه مسجل اللي بغى يستافد منه مره اخرى يرجع يشوفو سيفونا الى ما عطيناكمش بزاف ديال ليزانفورماسيون ولكن هادشي اللي كان به الوقت عطينا تقريبا من ساعه ونص بزاف من ساعه ونص سالات نشوفكم ان شاء الله في اللايف الجاي نشوف شكون غادي نجيبو في اللايف الجاي ان شاء الله وغادي ندير لافونس في الوقت هادشي اللي غادي نتبارك عليكم تبارك الله الله يعاونكم